والله العظيم صوته تحفة تحفة والله العظيم. بص بسم الله الفطور على صوته ده عالم الشواذ، بيقولوا ده عالم الشواذ. اخوك يا عم كلمنا معلمة بس انا اس الدنيا يا اسطى في اللذيذ. انا تعبان على مدونه على عربيتي. السلام عليكم، ده فيديو جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناه شاور سينيور. لا دي قناه شاور. طبعا كلكم مستغربين دلوقتي انا ليه انا اللي ببدا الفيديو مش عمر، بس فكره الفيديو بتاعت النهارده ان انا جاي عشان ارد المقلب فلاش باك كده على المقلب اللي فات. مين الهزار وصل لحته فلانيه؟ طب ايه ده؟ الهزار وصل لحته فلانيه. قلب دلوقتي اقول لك على حاجه. اسمع يا عم الحاجات دي ما فيهاش هزار. اسمع يا عم يا عم. طبعا اللي ما شافش الفيديو يخش على الفيديو اللي فات هيعرف عمر كان عامل فيا مقلب. كان حط علم اسرائيل على ايه؟ على العربيه بتاعته، عربيه الانترا بتاعتي، حط على علم اسرائيل وعشان اغسلها اتغسل ب 170 جنيه. والعربيه يا جدعان كل اللي شوفها دلوقتي بيديها رطوبه. انا جايب لكم النهارده مفاجاه علم. طبعا في الفيديو اللي فات اللي ما خدش باله انا قلت له في الفيديو اللي فات ان انا هحطها على عربيتك علم مش بس، وربنا يعمل لك علم الشواذ على عربيتك. لا صهاينة يا ولاد الكلب. قوم لوت يعني. الاس بقى رمو يا جدعان. قوم لوت يعني. قوم لوت بقى. بص الخبر. صباح القوم لوت، فاهمين انتوا قوم لوت؟ اهو لسه اهو قوم لوت خالص بقى، فاهمين؟ اهو خالص صباح الفل. تعالى مش يعني لسبيا، فاهمين؟ حبيبي انت باد بوي. طبعا اي حد هيشوفه في الشارع بعد ما احط له العلم دوت المفروض ان هو ايه؟ هيفكر ان عمر ايه؟ شمال وشقط وكده، فاهمين؟ عشان اسمع تاني، عشان اسمع تاني. محدش بقى. طبعا بس كومبيوتر يا جدعان عشان الناس بس ايه؟ هو فرحان بالعربيه عشان دهنها جولد، لسه دهنها جولد الاسبوع اللي فات دوت، فانا النهارده هبوظها له زي ما بوظت عربيتي. لازم الحق يرجع لاصحابه. يلا بتاع شريطه الصغير. يلا بينا. طبعا طازه. طبعا انا اللي دراعي اليمين. دراعه اليمين عشان طازه برضك زعلان من عمر. حصل يا معلم. عشان عمل فيك ايه؟ انا صغير. يعني هو عمل فيه حاجات وحش، فالمفروض ان احنا ايه هنرد له برضه اللي هو عمله في طازه. بس يا معلم ماشي. يلا سيدي العربيه اهي يا جدعان راكنه تحت البيت. انا مش عايز اعلي صوتي عشان هو قاعد فوق دلوقتي زمانه ايه بيلبس وبيجهز عشان ايه هو نازل كمان ساعه نازل يصور. تمام. فاحنا معانا الادوات، جبنا العلم والمقص وهنلزق له اللزقه جميله زي ما انتم شفتوها. تمام. هنلزقها بقى على الازاز الوراني وعلى الازاز اليمه الثانيه. ليه؟ عشان هو لما يركب العربيه من اليمه دي ما يشوفش الاعلام وهي ملزوقه. دماغ شغاله مش بتنام. هو لو شاف الاعلام هيشيلها من قبل ما يركب. انما لو عايز يركب الاعلام موجوده. تخيلوا ما يلف بقى في البلد كلها وكل الشباب اللي في البلد جاز. يعرفوا ان عمر قوم لوط عجلة. عمر ملون. عرفوا عمر بيتدق بمعنى صح. مش عايز اقولها من الاول بس يعرفوا الاس بي. بس يا طازه يا طازه مش كده يا طازه اخوك برضه. لا مؤاخذه يا سيدي. ما ينفعش لا مؤاخذه يعرفوا الاس واحمد شاور. يلا عشان نشتغل. تعالى طازه. في هنا عندنا العلم ده الكبير على الماس الازاز، ودي العلامه الصغيره ديت هنحطها له ايه في الجناب كده في اماكن ايه متفرقه في العربيه عشان حتى لو شاف العلامة الكبيره ما يشوفش العلامة الصغيره. انا غربل له العربيه بحيث ان هو اي مفيش بني ادم في الشارع كله مش هيعرف النهارده ان عمر عجله. هي دي اللي اخواته. طب اللي هي دي اللي اخواتك. بس انا عايز اقول حاجه. حاجه يعني غلط وحرام كده. انا تمام. احنا بنهزر بس. عاملين الفيديو ده هزار وضحك بس. ششنا كده شد قدامي كده شاذ بس ششنا كده وكده يعني. انما هو مش شاذ ولا حاجه، هو راجل محترم لسه راجل كله مسموح. نعمل فيه مقلب نرد المقلب زي ما هو رد لنا. اصلا مش اسرائيلي برضه. هو حط على عربيته على اسرائيل. اللي هيجي على احمد شاور هي اللي هيجي على الحد الكبير يستحمل برازيل هيبقى عجل على طول. بس اسمع بقى عشان ايه بدايه ايه بعد ما هنلزق العلام ديت هتعمل ايه؟ قول له حاجه. هتخش على عمر شاور تقول له ان انت شاذ. انت كمان لا معلمة. اسمع من انت مش معنى اللي انا جيت وعمال ماسك معاك العلم يا معلمة. قرب بس عشان دراعك اليمين ركبني بسكليته معاه معلمة. اسمع ده كده وكده. انت مش معايا معلمة. اسمع بس هو هيمثل ان هو كانه كده وكده كانه شاذ. انا يا معلمة بتقولها في وشك معلمة. معلمة ما انا مش شاذ يا معلمة برضه. اسمع فوق تعالى بس. هو هيعمل نفسه كانه كده وكده انما هو راجل مظبوط. معروفه بس هيعمل كانه شاف الاعلام على العربيه بتاعت عمر. فهو يقول له بقى انا عايز اعترف لك بحاجه عمر ان انا اصلا ش وعجل وعايزين بقى ايه نبقى كده مع بعض. انا اقول له انا ش وعجل اصلا في الفيديو كده وكده بقى كده وكده. ماشي يا معلم. ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه. ندعي للشهداء ان شاء الله يا رب. ندعي للناس التعبانه المصابين ان هم يخفوا. ندعي على العلم الشمال اليمه الثانيه ان هم يتهزموا. بس كده يا ريس. هات العلم ده كده. هات العلم ده كده. والله العظيم صوته تحفه تحفه والله العظيم. بص شكلها ازاي.
اظبطها بس عشان ما يشوفش اي حاجه لما يجي نازل معاها. هو المقاس طلع كبير شويه بس هي لايقه عليها. يا احلى شاذ شفته في حياتي. هنطعم له الدنيا كده عليه. هنطعم له الدنيا بقى احطه مكان النمر دي واحط له كارت صغير كده. احلى شاذ ده ولا ايه؟ ممكن ايه نكتب كمان ايه هنا. اه في مصاصه اهو. هنا حطيت المصاصه بس حطيتها في الصغيره ما حطيتهاش في الكبير. وهنا خوخه. طبعا الناس كلها عارفه معنى الخوخه دي. حلوه قوي. هتظبط مكان ما تحب تحط حاضر. حاضر يا ريس. حد معاه قلم عشان اكتب رساله بس على الصوره. نكتب هنا اركب. اركب هنا في الحته الفاضيه دي كده مثلا. شواريته بقى بسكليت يا جدعان. مش مصدق نفسي. شواريته بقى بسكليت. بس بقى اسمع يا عم متخلف فوق. صح جيب بقى الورق ده. مش عايزين نسيب اي اثر للجريمه. هنحط واحدتين كمان بس واحده على تانك البنزين وواحده على الازاز ده كده. هنحط واحده على البي ام عشان نلغي البي ام ونخليها شواريته بسكليت. شواريته اهو احلى شواريته بسكليت اهي. شواريته عشان ما تحرمش نفسك من حاجه. 919 اهي عشان ما حدش يشوف النيه الرسمي ويقول لك ايه. اخر واحده على التانك بتاع البنزين كده عشان حتى لو دخل البنزين مثلا يفول ولا حاجه الراجل يعرف ان هو كبير. لما اجزع حاج وكتاب الله كل ده احمد شهر ضغط عليها ضغط. بس انت يا حاج انا معاك في اي حاجه يا حاج يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بابا لما تتفرج على الفيديو ده هو الراجل ده هو اللي قاعد يقنعني بالفكره. وكتاب الله كان دمه زهرات. كنت عايز انام. انا كان زمان دلوقتي نايم اصلا. هو صحاني والله العظيم. تصدق اللي انت طلعت بسكليت انت كمان. وكتاب الله كان بره كدابه انت خلص معايا. هو اللي قايل لي يا عمر وكتاب الله ابدا مش كتاب الله قاعد. ده مش خوف بس هو دي حقيقه والله ابدا. هو اللي كداب. انا معاك يا اس. احنا دلوقتي ركبنا العربيه بتاعتي وقفنا على الناصيه وبقالنا 10 دقايق مستنيين عمر. هو لسه ما نزلش لحد دلوقتي بس ان شاء الله هينزل. ان شاء الله يا ريس. صباح يا جدعان. احمد شهر سستمني وجاب لي كيس شيتوس. انا ما جبتلكش حاجه. شيتوس مقاطعه. ما جبتلكش حاجه. انت مش عامل نفس الشاش. هو اللي اشترى شيتوس مقاطعه. هو اللي نفسك فيه. قلت له نفسك في الشيتوس. بياكل حاجات مقاطعه. انا هاكل منه عشان ببلاش. الا مش هجيب لك. خد فلوس انت. لو ما اعرفش ان هو مقاطعه انا مش متابع. انا رضيت. قلت راضيه بس قلت راضيه عشان هو هيطلع عجله في الفيديو. فاهم حبيبي يا معلم. مش هيرضى يطلع عجله من غير فلوس. ركب ده بدأ يتحرك. ركب هنمشي ورا ده. ايوه الشاذ. وهتصور ردة فعل الناس لما تشوفها بقى العالم وتقعد تشاور عليه ان هو شاذ وكده وان هو عالم. استحاله اللي لسه يكون بيتركب علينا يا جدعان. دي حته شاشنا كده زي ما قلنا لكم في الاول. استحاله يعني عشان ده الحد الكبير. اللي يجي على احمد الشواريته لازم يتهان ويجيب ناس تتهان. او طلع مش بالعربية بالعربي كولوت. بالعربي الكولوت. ايه ده عشان الحق. ده طار يا ابن الذين. ده وصل لاول الشارع. يلا الولد بيصوروا. بيصوروا. يا رب ما ياخدش بالي بس ان احنا ماشيين ورا. احنا ماشيين في حته زحمه. شورس الورقة دي بتطف يا اسطى. بتطف بجد والله. اه خرطة بصراحة. بصراحة.
تعالي بص 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 زمانهم بيقولوا شاذ زمانهم بيقولوا شاذ بس فكره حلوه طازه لا لا تسلم الدماغ تسلم الدماغ الكره تسلم الايادي اللي نفذت يا ابو عز تسلم الايادي اللي نفذت ايه كان هنا عند السيشن عشان ما يا رب باخد باله بس يا رب باخد باله انزل كده تحت كده سيشن كده سيشن حاضر هو داخلين يعملوا سيشن انزل بص يا عم طازه بقى صل على النبي وفتح انا افضل ست سلام يا معلم بص يا صاحبي دلوقتي عمر دخل جوه حد. ماشي تمام. احنا الاثنين هنخش جوه ماشي فاهم وانا هخلي لكم الجو ناصر هيصور بالتليفون من غير ما عمر ياخد باله ايوه هقوم مظبط لكم ديت حلو كده يعني ايه ديت يعني موعد غرامي فاهم ايوه هقوم مركبكم في قلب العربيه عند عمر وانت تعمل اللي اتفقنا عليه بقى اللي احنا اتفقنا عليه بقى تقعد تحس الزوج لذه صوت الدنيا ماشي ماشي يا معلم خبيت الكاميرا ناصر بقى الله كده عشان بس عمر ما ياخدش باله ان احنا ولا هبين حته مخروبت عشان هيقبل الليله برضه نو نايت شارويتس ايوه شاريتو شارويتس يا معلمه انت جاي تصور انت كمان جاي تصور صباح الفل يا حاج ايوه طب دي عايزك ثانيه كده عشان بس اصور ثاني في حاجه بس عايزين تعالى ثانيه بس اتصل على عمو على رقم حد عامل ايه اه وغير رقم هو بص حط 82 هي المفروض 4 2 الله يرضى عليك اسمك ايه عمر كان اه طارق سلم لي عليه بقى حبيبي عمو يا رب ليه الله يبارك لك ويحفظك تفرح بيه كده الحمد لله حبيبي بس حفله انا افضل مصر ما تقلقش بس احنا اللي هيجي على سكه مصر ربنا يوفقك يا رب اللهم امين حبيبي يا عمنا يا طرطش بقول لك ايه كنا عايزين نتناقش في موضوع كنا عايزين نتناقش في موضوع بس طب معلمه ما بتكلمناش لا موضوع في العربيه بس عايز ايه مش فاهم بس بظبط مكان عشان خاطر اصور دلوقتي تعالى بس يا عم حتى العربيه بره بقول لك يا عم ايه ده بص ايه ده يا عم انت في ايه طازه وناصر كانوا عايزين يقول لك على حاجه بره في العربيه بس مش عايزين بس حد يبقى موجود وانت كنت فين يا معلم؟ لوحدنا بس مش عايزين حد يبقى موجود؟ اه حاجه سر يعني؟ اه يا استاذ في حوار في حوار ما ينفعش يتأجل يعني بعد التصوير؟ لا مش لازم دلوقتي حالا في حوار في حوار رخم مع عمر ولازم نقعد نحكي فيه بس حلو حلو كده يلا روح وانا هظبط مع بتاع اللي طب يلا ماشي طب يلا ماشي روحوا بقى ظبطوا الدنيا ماشي مش انا هشوف الدربي اللي بيلق تمام اتكلم معاك ماشي لسه ده عامل مكتبي اه شوف الدربي ده طب فاتحهم في الحوار يعني؟ ازيك على ايه؟ ماشي يا معلمة عسل يا عسل يا عسل يا عسل يا عسل نمشي؟ لا لا اقعدوا في الكنبة تعالى يا عم مش هنتحرك يعني؟ لا لا اقعدوا في الكنبة عامل ايه يا كله تمام يا حاج اخوك يا عم كلمنا معلمة بس انا اس الدنيا اسطى في اللذيذ وانت اسطى اخوك ايه؟ وانت يا سيدي انا عايز اقول لك طب مش قول يا عم بص على ايدك وبقول طيب ايه يا عم في اصل انا ما عاد يا اسطى ما على طول بحط ايدي على ايدي يا عم انت يا عمر سيبه عمر يقول لك على الحاجه المهمه اللي هو عايزها انا دي قول يا عم هيقول لي طب ماشي يا اسطى تتعامل من دماغك ولا ايه؟ لا عمر مالك يا عمر امال ايه يا عم انت اللي مالك ما تقول انت بتقول عايزك في موضوع قول حاسس ان انت كده بقيت صريح بيصالحك يا عمر بالحقيقه يعني ايه وانا صراحه كنت عايز اقول لك على ده من زمان اه بس انت اسمع ما كانش في فرصه انت اصل انا فعلا زي ما انت كده حاطط على العربيه انا زي ما انا ايه؟ انا اه يا اسود يعني هو بيتكلم معاك في الجد اه 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 بموت في الحاجه اضربني كمان اضربني كمان اضربني طب بيصحصحك بالحقيقة يا عمر تقلح بقى خلاص بقى خلاص مش الدنيا ولا تخطر يلا تخطر ايه؟ تعويض يلا تعويض يلا تعويض يلا اجيب لك سلسلة جامد قوي يا اس جامد قوي يا اس بحبك
بيت جامد بيت جامد بيت جامد انت جاي على الشر ايوه اسا بس انت لقيت حد زي انت عايز اقول لك انت بالعربيه انت انا عارف نفسي انا عارف ان انت مش عارف تحس الموضوع انا حاسس بالعربيه يا كلب العربيه دي ظهره يا كلب وانت جاي تطلع انا العربيه يا عم ما كنتش حاجه من عندي انا ما كنتش حاجه من عندي بقول لك انا كده من انا كده من زمان بس مش عايز اقول لك انت مين اللي عاملها دي انت لسه عاملها دلوقتي انا مين اللي عاملها لسه عاملها دلوقتي وانا راكن جوه التيشيرت الفار ولا مين تصور ما انت اللي معلقها دي عربيه دي ما بتاعتك انت بسكليتة وانا كنت بسكليتة من زمان صدقت لقيتك بسكليتة عشان نركب بعض لو انت اضربش بس كده يا عم بجد لو ضربت هتضربني اضربني هو احلى لوحدي مين اللي لزقها معرفش مين اللي لزقها دي مين اللي لزقها هو انت اه انت قالع ليه انت قالع ليه يا ابني الناس تقول عليك الناس تقول علينا ايه تحترم نفسك طب انت مين لازقها مين لازقها انا هوديك الاسم كل دي عدد عشان تخدع دوبي انت اصلا مش كده انت ورثيها وماشي بيها في الدنيا كلها لازقها وماشي بيها اه هو انا كنت ماشي بيها امال ايه ده ايه لا ما تزقت راكب انت لازقها دلوقتي والله ما لازقت حاجه انت لازقها دلوقتي صح طب لما لازقت حاجه بقول لك يا عمر عشان ايه الواد عمل بيها حلف انا ما بحبش الكذب هو اللي لازقها هو احمد شوقي هو انا اللي مصور صح اه صح انا اللي مصور عشان ده بيحلف يحلف والحلف كذب قدر يا ابني لما انت بتطلع التليفون طب بس احمد دلوقتي يا عم دلوقتي سؤال السؤال المهم بس السؤال المهم انا مش كده السؤال بس اللي هيفرق لي البتاع دي لسه منزوله دلوقتي وانا راكن ولا انا كنت ماشي بيها في الشارع يا سكه ودغري طب سيب السويت شيرت ولا كل حاجه والله اطلع اجري لا عيب عليك هو انا اصلا ما كنتش مرجع الكلام ده عشان كان هيطلعني في صوره وحشه ها فانا احكي لك بقى ايه انت طق السلام عليكم ايه. ماشي فكك من اللي بقول لك انت جامد انا مش كده يا قيس ايه. ماشي ايه. اخوك ده اللي عمل فيك كده وانا مش قيس ايه ده مين اللي نزل على العربيه هو اللي انت باخد بطاره منك يا قيس ولا خارج عني بس هات ايدك بص عشان قلت انا اللي انا عملت معاك كده ايه ده انت عامله في العربيه ده يا ابني مين اللي عامله في العربيه ده يا ولاد الهرمه سلام يا شاسك يا ولاد الهرمه انا اللي تعملوا لي علم الالوان يا ولاد الهرمه يا عمر الشاس يا عمر الهرمه وراح فين اللقطه ده اركب بسرعه اتزرع اركب بسرعه شد ورانا اجري بس ربنا لوريكم وربنا لوريكم انت ماشي بالعالم برضو ملزوق هو مشالوش ايه اللي انتوا عاملينه يا اسطى اللي انتوا عاملينه ده هو ده 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 وربنا لوريكم وانت راكب معايا في العربيه انا معاك انت معايا في ايه؟ انا معاك في كل حاجه انت مش بتصوره من اول البدايه انا اللي قلت لك انا اللي قلت لك اللي حصل ايه فانت على طول العربيه ده يا ابني عربيه ايه يا ابني هو عمر اللي بدا هو عمر اللي بدا وحط عمر على العربيه فانت بتنتقم يعني انت بتنتقم من المنظر ده هو ده ينفع يعني لسه ما جاش وراه يا بس عربيته بي ام هتجيبنا في ثواني هيجي لك يا احمد يا شوار الكلب احمد سايبين نمشي بالالوان وانا امشي في الشارع كده بقول لك الناس عند العربيه ميت ناس سفت عليك وكان في ناس عماله تشتمك وبتهزك وفي واد صور فيديو وانت ماشي بيها وانا كنت ماشي بيها ويا عليها العلم احنا من تحت بيتك اجري يا حشور اجري يا حشور نهايه عربيتك هتبقى على ايدي يا احمد الشور نهايه عربيتك على ايدي يا احمد يا الشور يا عمر يا شور انا هو ده هو دايما ايه انا عامل علم الوان على عربيتي هو كمان عامل علم الوان على عربيته ولا ده يوسف هو اللي حطها يوسف حطها له هو حددها له حددها لي اه ايه ده حاضر يا شباب بس كده عن طريق الزراعه الحق يا احمد اشرب شكلك بقى بي ام من فين انا مش خلاص كده بقى مش موجود ايه السنه ارفعك يا باشا بتصور ورا خالص لايك وسبسكرايب لايك وسبسكرايب عشان ترانسبورتر وهربت منه وعرفت البلد كلها ان هو عجله ماشي 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 وفكر ان هو كده هرب صبرك عليا يا احمد شراويكس انت اللي علنت الحرب